إن مشاركتنا في أشغال الدورة 41 للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي نيباد دليل على التزامي وتمسك بلادي بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والتكامل القاري. أعلم زملائي بأن سنة 2024 سترى إنشاء مناطق حرة للتبادل بين الجزائر وأشقائها بداية من موريتانيا الشقيقة ثم دول الساحل مالي والنيجر وتونس وليبيا. زيرتيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.